مساء الخير والسعادة على حضراتكم. يعني بدأت موسم كده الاحتفالات بأعياد الميلاد وبالكريسماس في العالم كله وفي مصر بالطبع، وإن شاء الله سنة جديدة سعيدة على الجميع، إن شاء الله في خير وسلام ومحبة، ودايما المصريين شعب واحد مترابط ومتماسك إلى يوم الدين. النهاردة بتحتفل عدد من الكنائس بعيد الميلاد المجيد، دقت الأجراس الساعة 8، وأبرز هذه الكنائس الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية، وكمان تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بكرة الصبح بمنطقة الحمزاوي. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد الجديد النهاردة، عيد الميلاد المجيد، بعام جديد يترأس القداس الأنبا إبراهيم إسحاق قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، ويستقبل بكرة الصبح المهنئين بعيد الميلاد المجيد. السنة الجاية تكون سنة كلها خير وسعادة ومحبة على الجميع، لأنه السنتين اللي فاتوا بكل تأكيد كانوا سنتين صعبين، كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات كتير على العالم كله، ومصر بالتأكيد جزء من العالم. لكن الحقيقة أنه الاحتفالات بالعام الجديد احتفالات مبهجة بتخلينا كلنا نكون متفائلين إن شاء الله بأنه يكون عام سعيد على الجميع، عام يعني تملأه المحبة والرحمة بإذن الله. كل سنة وكل مسيحي العالم ومسيحي مصر بالتأكيد يعني كل صحة وسلامة، ودايما المصريين شعب واحد مترابط ومتماسك. بننقل لحضراتكم صور حية من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يعني نتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة. ودي صور حية من الفاتيكان والاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد، هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة الأجواء الاحتفالية الكبيرة بعيد الميلاد المجيد. ويعني إن شاء الله نتمنى يعني للجميع الصحة والسعادة والسلامة والمحبة في العام الجديد. إن شاء الله العالم تسود الكثير من المحبة والسلام، لأنه جميعا احنا في حاجة لده بعد السنتين الصعبين اللي احنا بنعدي بيهم. ولسه الحقيقة تداعيات كل ما يحدث، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو كمان أزمة كورونا، لسه العالم بيعاني منها. كل سنة وكل مسيحي مصر بخير وصحة وسلامة. نتابع مع حضراتكم الأجواء الاحتفالية دي على مدار الحلقة، لكن خلوني دلوقتي أروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعده نبتدي حلقتنا. Yeah.
أهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل أقباط مصر بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله عام جديد مليء بالصحة والمحبة والسلام. زي ما كنا بنقول لحضراتكم، خلاص بدأت الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في عدد من الكنائس. دلوقتي بينضم لنا على الهواء مباشرة زميلي رامي محمد، مراسل التاسعة من الكنيسة الأسقفية بالزمالك. يا رامي مساء الخير عليك، وكل سنة وانت طيب، ان شاء الله سنة سعيدة علينا جميعا. ويعني لو تنقلي كده الأجواء الاحتفالية الموجودة عندك. مساء الخير هدير، مساء الخير على كل متابعي التاسعة، وسنة سعيدة علينا جميعا. أنا الآن متواجد داخل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وساعة 8 بالضبط انطلق قداس عيد الميلاد هنا الخاص بالطائفة الأسقفية. نتكلم كمان على عدد من الفعاليات وكمان الأجواء البهجة وأجواء العيد ومظاهر الاحتفال اللي بدأت من منذ الساعة يمكن الثامنة، وبعدها بعدد وقبلها كمان بعدد من الأوقات والأيام. كان فيه هنا كمان قداس من فترة قريبة، ده الخاص بالطوائف اللي بتحتفل بالعيد وفقا للتقويم الغربي. كمان بنتكلم عن حضور كبير لشعب الكنيسة، وكان فيه حضور قبل انطلاق القداس اللي هو انطلق برئاسة المطران سامي فوزي، وهو رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الخاص بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية. وكمان استقبل عدد كبير جدا من الضيوف قبل انطلاق القداس. كان موجود عدد من كبار الشخصيات، من الفنانين ومن الزوار، من جميع مؤسسات الدولة المصرية، ومن الأزهر ومن الأوقاف. وشعب الكنيسة كان يعني أبدى مظاهر الاحتفال بإضاءة أنوار الكريسماس، وكمان تزينت الكنيسة بدق الأجراس وأيضا الكثير من أجواء الكريسماس هنا. بنتكلم كمان عن رسائل مهمة جدا خاصة بالمحبة والسلام والتوحد، وأيضا أن يكون نعم الأمن والأمان على مصر والعالم أجمع. أجواء العيد متواجدة هنا في الكنيسة الأسقفية بالزمالك بشكل كبير جدا ما بين الأساقفة وأيضا شعب الكنيسة، ومستمرين في متابعة هذه الأجواء. عودة إليك مرة أخرى. شكرا ليك يا رامي. ومن رامي نروح لكريم بيبرز، موجود معانا دلوقتي من كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالشرابية. ومساء الخير عليك يا رامي يا كريم، وكل سنة وانت طيب، والكثير من رسائل الأمل والمحبة والسلام مع هذه الأجواء الاحتفالية بالعام الجديد. تحياتي ليك يا هدير، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ومشاهدي برنامج التاسعة والقناة الأولى. يعني فعلا هنا من الشرابية مظاهر الاحتفال دايما ليها طابع مصري خاص. يعني يمكن العائلات بتيجي هنا الكنيسة علشان تحتفل يومها وتبدأ يومها بالصلوات، الصلوات الخاصة بعيد الميلاد المجيد، ميلاد عيسى عليه السلام. يمكن العائلات بتيجي معاها أطفالها، بيتزينوا بيلبسوا ثياب العيد وبيبقوا موجودين هنا، يبتدوا صلاتهم مع بعض. كمان الأطفال يمكن بيشاركوا، كمان بيلبسوا لبس الشماسين ويبتدوا يشاركوا في الصلوات المختلفة والترانيم المختلفة. الصلاة دايما بيبقى ليها طابع خاص هنا. النهاردة 25 ديسمبر أو ليلة 25 ديسمبر بيبقى يكون، وهو الجانب الكاثوليكي أو على التاريخ الغربي. يعني هنا في مصر المصريين بيحتفلوا هنا بالتاريخ الكاثوليكي 25 ديسمبر، واللي بيفرق 13 يوم عن التاريخ الشرقي اللي هو بيكون 7 يناير. يمكن دايما في التساؤلات اللي احنا عارفينها ما بين اختلاف ميلاد السيد المسيح عليه السلام ما بين 25 ديسمبر و7 يناير، ولكن ده بيرجع للقرن ال16، بابا جريجوري بابا في ذلك الوقت اللي قرر ان هو يراجع تاني التوقيتات الخاص بدائرة الاعوام، واللي هو بيبقى العام 365 يوم و6 ساعات، ولكن بعد كده اكتشفوا ان هو 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقه، بقى في فرق تقريبا 11 دقيقه. ابتدوا يجمعوها على مدار السنين اللي فاتت، فرق الدقائق دي، لحد لما وصلت لتقريبا 13 يوم. عشان كده هو ده الفرق. فضل الجانب الشرقي بيحتفل بيها في 7 يناير، والجانب الكاثوليكي هنا المسيحيين الكاثوليكيين في مصر بيحتفلوا في 25 ديسمبر. مش بس بتقتصر الاحتفالات هنا في الكنيسه او في مصر، المصريين مش بيقتصروا بس على الصلوات داخل الكنيسه، ولكن بعد
الصلوات اللي بتمتد لساعات وساعات في ليلة 25 من ديسمبر بيجتمعوا كمان المظاهر العائلية الجميلة في الاحتفالات، بيجتمع العائلات في البيوت، وكمان ناقشت مع الشباب الصغيرين والمواطنين اللي كانوا موجودين هنا النهاردة عن ازاي بيحتفلوا بيخلصوا صلاتهم مع بعض ويبتدوا يجتمعوا في بيوتهم ويشاركوا مع بعض ويصلوا مع بعض وكمان ويحتفلوا بالعيد سوا ويلبسوا الهدوم الجديدة، وبيبقى يوم مميز ومختلف. علشان كده كل سنة وكل المصريين بخير، والآن عودة ليكي مرة تانية يا كريم بيبرز. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأيضا رامي محمد بشكركم شكرا جزيلا. حقيقة الأجواء كلها رسائل أمل ومحبة وبهجة، الزينة وصوت الترانيم، يا رب دايما المصريين في رباط إلى يوم الدين، دايما شعب واحد ومتماسك. كل سنة وكل المصريين بخير وصحة وسلامة. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد ونكمل. أهلا بحضراتكم من جديد. نتابع طبعا منذ أمس تصاعد الاشتباكات والمواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين. النهاردة نظم نشطاء أكراد وسياسيون يساريون وجماعات مناهضة للعنصرية وقفة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس، وده كان طبعا في عقاب الحادث اللي حصل وأسفر عنه مقتل 3 أشخاص، وده حصل عند مركز ثقافي كردي في هجوم قالت عنه السلطات أنه كان يستهدف الأجانب. الوقفة الاحتجاجية دي أدت لاندلاع مواجهات وأعمال شغب كبيرة، والأمر ده جعل الشرطة الفرنسية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وكمان كان في إطلاق النار اللي حصل في يعني حي صاخب بوسط باريس أثار الكثير من المخاوف بشأن جرائم العنصرية والكراهية في وقت تعززت فيه أصوات اليمين المتطرف في فرنسا وفي أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة. خلينا نروح مع حضراتكم ونقترب أكثر من تفاصيل اليوم الثاني في أحداث باريس. معنا دلوقتي على التليفون أستاذ خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من باريس. مساء الخير عليك و ألف حمد لله على سلامتك. أنا عارفة أنه النهاردة كان في إصابة ليك أثناء يعني الأحداث. مساء الخير، طبعا تحياتي لك زميلتي العزيزة وطبعا لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الحمد لله يعني الإصابة كانت إصابة خفيفة، يعني حجر في تم إلقاؤه من قبل المتظاهرين في ظهر، والإصابة الثانية نتيجة عبوة من القنابل المسيلة للدموع أصابتني تحت العين أسفل العين اليمنى. ولكن عندما علمت إدارة قناة القاهرة الإخبارية طلبتني بالتوقف فورا عن البث المباشر واستكمال الحدث، يعني استكمال العلاج او الذهاب لتلقي العلاج. والحمد لله يعني الحمد لله بالنسبه الحمد لله على سلامتك يا خالد. يعني عايزك تشرح لنا اجواء اليوم الثاني لاحداث باريس والتطورات الان في باريس. الحقيقه يعني لما نيجي نتكلم على اليوم النهارده نتكلم على اللقاء اللي كان صباح اليوم مع رولان نوناز وهو رئيس شرطه باريس مع رؤساء الجمعيات الكرديه، وكان طلبهم باهميه توخي الحيطة والحذر لعدم اندلاع العنف، ولكن العنف اندلع بصورة كبيرة جدا. كانت هناك أجواء لم أشهدها أنا متواجد في فرنسا منذ ربع قرن تقريبا في حياتي، وكانت يعني هناك غضب كبير جدا من الشباب ومعظمهم من شباب الأكراد، أكثر من 95% من اللي كانوا متواجدين يعني من الآلاف كانوا من الشباب المتحمس للغاية. الشرطة الفرنسية في البداية كانت لا تريد إطلاق يعني القنابل المسيلة للدموع، ولكن لم تجد أمامها سوى هذا يعني هذه الطريقة لتفريق المتظاهرين. حدثت طبعا بعض من المشدات وعمليات الجذب ويعني الأشد، ولكن الأجواء الآن تبدو هادئة. وفرنسا اليوم في حداد، هذا ليس تصريحي ولكن تصريح إريك دوبونو موريتي وهو وزير العدل الفرنسي اللي استقبل اليوم ايضا بعض من ابناء الجاليه الكرديه في فرنسا واكد لهم. خالد، هل هناك مطالب معينه للمتظاهرين الاكراد من الحكومه الفرنسيه؟
نعم، هم مطالبين ان العمليه تعتبر عمليه ارهابيه، ولكن وزير العدل الفرنسي قال لهم ان الفرق هو التمسك او عدم التمسك بايديولوجيه سياسيه مزعومه حتى نعتبر هذه العمليه عمليه ارهابيه. والجدير بالذكر ايضا ان الطبيب المعالج يعني للقاتل هو يعني اعرب على ان هو في حاله صحيه لا تسمح له باستكمال التحقيق، فتم وقف التحقيق فيه مؤقتا. حوالي 31 شرطي تم اصابتهم و10 من الجانب الكردي، والاجواء تبدو هادئه نوعا ما في هذه الليله، وهي ليله عيد الميلاد في فرنسا. كيف تقرأ هذا الهدوء؟ إلى ما ستسير الأمور غدا برأيك خالد؟ هدوء حذر، ولا أتوقع أن تكون هناك مشاكل يوم الغد، وبصفة خاصة أن الشرطة الفرنسية لن تسمح ب أو لم تقوم بإعطاء تصريحات للتظاهر كما حدث اليوم لأنه يوم عيد. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من باريس، شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والمجلس القومي للمرأة اللي أطلق فعاليات البرنامج التدريبي للتثقيف المالي لتمكين سيدات حي الأسمرات اقتصاديا، وده جه من خلال مجموعة من التدريبات. مدة التدريب تقريبا هيكون 5 أيام، بيستهدفوا تقريبا 75 سيدة بالحي، وهيتم من الفترة 11 لحد 29 ديسمبر 2022. الحقيقة أنه البرنامج يعني بيستهدف بشكل كبير التوعية والتثقيف لسيدات حي الأسمرات بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللي هيستخدموها في حياتهم اليومية. يبقى في نوع من أنواع التمكين الاقتصادي زي ما احنا بنتكلم طول الوقت، على أن هم يقدروا يعملوا مشاريع يقدروا يعيشوا بيها، ويقدروا أنهم مش بس الدولة بتطور الأحياء كمعمار وكأنه ندخل غاز وكهرباء وكل أوجه الحياة طبعا الكريمة، لكن كمان في إصرار من القيادة السياسية على الاهتمام بالإنسان، الاهتمام ببناء الإنسان، الاهتمام بالأسر وبناء الأسر. وإحنا لما نهتم بالسيدات فالسيدات هي عمود كل بيت مصري، فمسألة التثقيف والتوعية ليهم على المستوى الاقتصادي مسألة غاية في الأهمية. خلينا ناخد مع حضراتكم دلوقتي على التليفون أستاذة داليا سعيد منسق برنامج التثقيف المالي بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير على حضرتك يا فندم، ويعني لو تقولي لنا هذا البرنامج بيقدم إيه لسيدات حي الأسمرات، ويعني إيه تثقيف مالي، هتعلموهم إيه؟ مساء الخير، أهلا بحضرتك، سعيدة بوجودي مع حضرتك. بالنسبة لموضوع التثقيف المالي، التثقيف المالي ده أحد البرامج الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واللي تم مأسسته في المجلس القومي للمرأة، بمعنى أنه المجلس يعتبر مالك للبرنامج وبيحق لي تنفيذه في إطار مشروعات وفي إطار أنشطة كتيرة بيقوم بيها. التوعية المالية هدفها بالأساس أن إحنا بنعلم السيدات وبنعطيهم مهارات وبنديهم معرفة علشان يقدروا يديروا الأموال بتاعتهم بطريقة سليمة. أموالهم من ناحية نفقاتهم وادخاراتهم، حتى لو هياخدوا قرار بالاقتراض ياخدوه بشكل سليم، يعني كل الخدمات المالية. برنامج التثقيف المالي هو عبارة عن دورة تدريبية مدتها 5 أيام، يعني حوالي 26 ساعة تدريبية. بيقوم بتنفيذها مجموعة من المدربين المعتمدين اللي بيقوم المجلس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتدريبهم في الأول، وبنمشي معهم لغاية ما نوصلهم لدرجة الاعتماد الدولي، وبيكونوا قادرين على توصيل المعلومة بشكل سليم، لأن موضوع التثقيف المالي من الموضوعات اللي في غاية الأهمية اللي لازم يكون اللي بيوصل المعلومة دوت عنده القدرة والكفاءة اللازمة. هل بتشترطوا أنه يكون الست دي مثلا ست بيت، ولا سبق وكانت بتشتغل قبل كده؟ معايير اختيار السيدات للحضور للدورة التدريبية يعني ما بتكونش اشتراطات صعبة، يعني هي احنا طبعا احنا بنتارجت الفئة العمرية من سن 18 سنة فيما فوق. ممكن تكون ست بيت، ممكن تكون موظفة، ممكن تكون رائدة أعمال، مش شرط، لأنه الإدارة المالية للأموال ممكن تكون هي بتديرها داخل بيتها، يعني احنا كمان بنقصد ان هي لما تدير الأموال تديرها داخل بيتها بطريقة سليمة.
احنا بنديها على مدار الخمس ايام ديت حوالي 7 جلسات. بنبتدي من اول يوم نعلمها ازاي تحط هدف مالي، ازاي يعني ايه يكون عندها هدف مالي، والهدف المالي بتاعها ده هل هو هدف شخصي ولا هدف عائلي. بنشجعها كمان ان هي لما تحط هدف مالي ليها لازم يكون بالشراكه مع عائلتها، عظيم، زوجها، اولادها، وهكذا. طيب هتكونوا موجودين في احياء تانية غير الاسمرات؟ اكيد، احنا برنامج التثقيف المالي المجلس بينفذه في كل الانشطه زي ما بقول لحضرتك. والمشروعات بدانا بحي الاسمرات، يعني ما كانش دوت اول خطوه، لكن علشان طبعا اهتمام المجلس القومي للمراه بحي الاسمرات والدكتوره مايا مرسي، فوجهت على الفور في انه البرنامج يتم تنفيذه علشان نرفع قدرات السيدات هناك، علشان كمان نقدر نحن ندربهم اكتر على مواجهه المخاطر الخاصه باداره الاموال، واللي اهمها الافراط في المديونيه علشان ما يدخلوش كمان في طريق الغريمات، ده من اهم الملفات. بننفذ برنامج التثقيف المالي في اطار طبعا المشروعات الاخرى، واهمها مشروع تنميه الاسره المصريه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه داليا سعيد، منسق برنامج التثقيف المالي بالمجلس القومي للمراه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. طيب نروح مع حضرتكم لموضوع تاني، وحصل في الغردقة في أحد المستشفيات هناك أنه فريق طبي مصري تمكن من إنقاذ سائح سويسري الجنسية بعد ما جاله أزمة قلبية وقلبه توقف بالفعل 3 دقايق. إيه اللي حصل وإزاي السائح ده حصله كده؟ ده عمره تقريبا 31 سنة. هنعرف كواليس اللي حصل. كانوا بيقولوا أنه فيه تقريبا انسداد في الشرايين بنسبة 90%، وعملوا له على طول الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذه. ويعني هنسمع بقى ونعرف التفاصيل من دكتور حسن السيسي، أستاذ جراحة القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحالة. مساء الخير على حضرتك، وعايزين نعرف إيه اللي حصل مع هذا السائح السويسري، وخد وقت قد إيه لحد ما وصل لكم، وكمان الإجراء بتاع الإجراء الطبي بتاع العملية داخل العملية خلال قد إيه؟ دكتور حسن حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك. اتفضل. اهلا وسهلا واهلا بالساده المشاهدين. استاذنك توطي التلفزيون وتسمعنا من خلال التليفون، عايزين نعرف كواليس اللي حصل مع السائح السويسري لحد ما وصل لكم المستشفى، خد وقت قد ايه، وكمان على ما اجرى العمليه. انا سامع حضرتك ومساء الخير على حضرتك بالساده المشاهدين. هو الحقيقه ان احنا السائح دوت هو قاعد في قرية سياحية في الغردقة، وجاله وجع، هو عنده 34 سنة وجاله وجع شديد في صدره، وجع جامد عمره ما حس بيه قبل كده. هو كان سهران اليوم اللي قبليها وما كانش نايم بقاله 3 أيام في حفلاته هو وزوجته، وجايين من سويسرا، والمفروض ان هم مسافرين يوم 28، فكان يعني هو كان قاعد 10 ايام، فات منهم يومين او ثلاثه. جاء المستشفى يوم الثلاث بالليل بوجع شديد في صدره ومع تغييرات في رسم القلب. جاء على الطوارئ، واول ما وصل الطوارئ حصل له توقف لعضله القلب، فعملوا له اسعاف فريق الطوارئ، يعني عمل له اسعاف رئوي قلبي وخدوه بسرعه لان مع تغيرات في رسم القلب اللي موجوده والوجع على الصدر، تغيرات الظهر جدا في وجع القلب، بيبقى واضح جدا ان هو بيبقى عنده حاجه في الامتداد في الشريان. ممكن طبعا دلوقتي نشوف الحاجات دي خصوصا في سن صغير. عملوا له قسطره في ساعتها بسرعه، ولقوا ان هو مش هينفع يتحط له دعامه، وضع المكان اللي مسدود فيه الشريان ما ينفعش يتحط فيه دعامه. علقوا له دواء، هو كان عايز تنفس صناعي، حطوا له دواء معين. هو ما كانش عنده اي علم بحالته الصحيه دي يا دكتور؟ وجيت انا بسرعه قابلت زوجته اللي هي في الصوره دلوقتي. الكلام دوت يوم الثلاث بالليل، وهم طبعا ابتدوا عشان هم من سويسرا كانوا قلقانين جدا، ومش متخيله طبعا لانه جوزها حاجه و30 سنه وهم لسه يعني بدايه حياتهم. وطلبوا التقارير والفحوصات وبعتوها ساعتها، لان عندهم شركه تامين طبي ممكن ياخدوه طياره. وقالوا حتى ساعتها ان هي 4 ساعات ولازم هنسال المستشفيات بكره الصبح اللي هم تبعها في سويسرا. طبعا سويسرا بلاد متقدمه جدا
من ناحية طبية، وردوا عليا يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر ان هو الدكتور في سويسرا قال لهم لازم يقعد يعمل عمليه. كنا احنا كمان بعتنا لهم بالفاكس الموجات الصوتيه بتاعه القلب، كان عدد قلبه نزلت بقت حاجه 40%، انزيمات الكبد كانت طلعت 550 و125 ودي 10 بولس 10 مرات. ف جينا عملنا له العمليه يوم الخميس الساعه 6 الصبح، والنهارده هو بعد الجمعه هو يوم الخميس اتفصل من جهاز التنفس، والخميس كان بيتحرك في الاوضه، والنهارده قاعد في الاوضه وهو مسافر المفروض بعد 4 ايام، مسافر يوم 28 فاكر. دكتور هو ما كانش عنده اي علم بحالته الصحيه دي؟ الموضوع كله مفاجئ؟ لا ما عندوش علم، ده جايين يحتفلوا ومجموعه من الحفلات والخروجات. طيب دكتور عايز اسال حضرتك عن السبب اللي الحالات دي لانها كترت، احنا بنتخض وزي ما حضرتك بتقول الاعمار صغيره 31 سنه ونلاقي ازمه قلبيه وفجاه وممكن الموضوع يؤدي الى الوفاه، ايه اللي بيحصل؟ هو المريض دوت كان يعني هو كان جاي بيحتفل جامد جدا، ارهاق شديد جدا بقاله 3 ايام ما بيستفادش، ما بيدخن شارب هو وشيشه وسجاير وحفلات طول الليل، وطبعا هم بيشربوا كحوليات وما بيناموش، بياخدوا بعض الحاجات اللي تخليهم مبسوطين وصحيين عشان يقدر يواظب 3 4 ايام، والحاجات ديت عملت له يعني شرايينه كلها سليمه، بس عنده الشريان الرئيسي ده مسدود في اوله بجلطه كبيره. فبتهيألي ان هو جزء منه هو ده سبب في الحاله زي دي، الارهاق الشديد مع بعض مع تدخين مع ال انما العوامل اللي بتؤدي الى حالات القلب اللي هي كترت قوي دلوقتي بقينا نشوفها في سن صغير عاملين رئيسيين. العامل الاولاني طبعا هو اللي موجود اللي زاد هو الاستريس والتوتر وطبيعه الاكل وزياده نسبه التدخين، وطبعا العامل الثاني اللي دايما موجود هو العامل الوراثي. وفي عامل تاني زود برضو الحالات ان دلوقتي بقى التشخيص متقدم. يعني زمان ما كانش بيبقى فيه تشخيص واحد، ما كانش بيبقى حد عارف هو ايه اللي حصل ويقول لك جدودنا وابائنا ده تعب وتوفى فجاه والناس ما تبقاش عارفه، انما دلوقتي بقى فيه تشخيص ما نبقاش عارفين سبب الوفاه. في اصول الحديثه للتشخيص وبقى وهو مرض العصر، يعني تغيير الشرايين التاجيه في امريكا وفي اوروبا وزياده الاعمار السنيه، وطبعا المريض ده سنه صغير بس زياده العمر وصل في اوروبا لحاجه 90 سنه في اوروبا الشماليه السويد والنرويج وفنلندا والبلاد متوسط الاعمار 94 سنه في امريكا 89 سنه، فطبعا البلاد دي وفي مصر برضه متوسط الاعمار كبر، فده مرض بيجي برضه مع السن. الحالات دي كترت وفي تقدم كبير في مصر في جراحه القلب سواء عندنا في جامعه كل طب القصر العيني وفي الجامعات الاخرى. بكل تاكيد دكتور الاطباء المصريين مشهود لهم بالكفاءه في العالم كله، شكرا جزيلا دكتور حسن السيسي استاذ جراحه القلب والصدر وقائد الفريق الطبي للحاله اللي تم انقاذها في الغردقه. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وان شاء الله 90 يوم بتفصلنا عن الشهر الكريم، كل سنه وكل المصريين بخير وصحه وسلامه يا رب، واحتفالات في كل مكان باذن الله دايما يا رب، ايامنا كلها خير وسعاده ومحبه. خطة كبيرة ومبكرة وغير مسبوقة من وزارة الأوقاف في الإعداد لشهر رمضان المبارك، خلينا نعرف أكتر تفاصيل خطة وزارة الأوقاف. بينضم لنا دلوقتي على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا إيه الجديد في هذه الخطة المبكرة للشهر المبارك؟ كل سنة وحضرتك بخير. مساء الخير عليك يا استاذه هدير، وكل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري يا رب دايما وابدا في خير وسعاده وسلام. وحضرتك بخير. يمكن في اطار توجيهات معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير للتعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ان شاء الله هيبقى في محورين اساسيين، المحور الدعوي والمحور التنموي الاجتماعي اللي هو من صندوق البر. المحور الاول ان شاء الله باذن الله المساجد ستشهد ان شاء الله باذن الله انطلاقه كبيره واسعه وغير مسبوقه في شهر رمضان المبارك، هيكون ان شاء الله باذن الله عندنا صلاه التراويح طبعا هتكون في كل مسجد تقام فيه شعائر الجمعه، مع صلاه التراويح هتبقى ان شاء الله باذن الله استعداد الوزاره لاقامه الاعتكاف، وان شاء الله ايضا هيكون في صلاه التهجد بالمساجد الكبرى. يعني ده الاختلاف عن السنه اللي فاتت.
ما بختلف خالص عن العام القادم. احنا عشان كده بنقول ان هي خطه غير مسبوقه واستعداد مبكر ان شاء الله باذن الله للاحتفال بشهر رمضان المبارك. ده غير الدروس العلميه اللي هتبقى موجوده طبعا، والخطره اللي بتبقى في صلاه التراويح، غير المقارئ المتنوعه اللي احنا بنشوفها بفضل الله. يمكن النهارده انطلقت لاول مره في جمهوريه مصر العربيه، وبعض صلاة القراء قال لاول مره في العالم كله يبقى في حاجه اسمها مقرأة كبار القراء للتجويد، مقرأة مجودة. يمكن انطلقت النهاردة في مسجد مولانا الإمام الحسين، والكلام ده هيبقى في شهر رمضان. المقارئ والابتهالات هتبقى طوال الشهر الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. وتم التواصل مع المديريات عشان كل مديرية من النهاردة هتبدأ تحط المساجد اللي يصلح فيها الاعتكاف، والمساجد اللي هتقام فيها صلاة التراويح وصلاة التهجد على مستوى الجمهورية. هذا في الجانب الدعوي. الامر الثاني، وجه معالي الوزير النهارده الاداره المركزيه للبر والاوقاف باعداد الخطه لتوفير وتوزيع مليون شنطه سلع غذائيه على الاسر الاولى بالرعايه، وان شاء الله هيبدا ان شاء الله التوزيع قبل بدايه الشهر الكريم، ومعها هيكون 300 طن لحوم في اطار مشروع صكوك الاطعام التي تنفذه وزاره الاوقاف ووزاره التموين ووزاره التضامن. فجانب البر ان شاء الله الاستعداد، وهيبدا باذن الله التوزيع قبل رمضان بايام، مليون شنطه على الاسر الاولى بالرعايه، والسلع الغذائيه دي هيتم تجهيزها بالتعاون مع وزاره التموين، ويتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزاره التضامن عشان هي اللي عندها القاعده وهي اللي عندها الاسماء والكشوف اللي بيها الاسر الاولى بالرعايه. فان شاء الله باذن الله مبكرا ان شاء الله سيبدا الاستعداد لشهر رمضان المبارك. كل سنة وحضرتك بخير وكل المصريين بخير وصحة وسلامة. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. نروح دلوقتي مع حضراتكم ونتابع احتفالات عيد الميلاد المجيد. الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيد الميلاد المجيد. دلوقتي ناخد على التليفون الأب أيوب يوسف راعي الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا. مساء الخير على حضرتك وكل سنة وحضرتك بخير وصحة وسلام وسعادة دايما. ولو حضرتك كده تنقل لنا أجواء الاحتفال في الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كل مثلا حضرتك كل الشعب المصري والعالم كله بخير وسلام. يعني عايزين حضرتك يعني تضعنا كده في الاجواء الاحتفاليه بالكنيسه الكاثوليكيه بالمنيا. هو الكنيسه الكاثوليكيه النهارده يعني في العالم كله بتحتفل بعيد الميلاد المجيد. بنتكلم عن مليار و400 مليون بيحتفلوا بعيد الميلاد، و بس عندنا في الصعيد هنا بنحتفل يوم 7 يناير، لكن النهارده بتحتفل القاهره والاسكندريه وبرشيات الدلتا يعني الاسماعيليه بيحتفل يوم 24 بالليل و 25، لكن احنا عندنا في الصعيد هنا بنحتفل يوم 7 يناير مع اخواتنا من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه الشقيقه. كان هناك طرح سابق لمسألة توحيد الأعياد المسيحية ما بين الطوائف ومنها الكريسماس، لأي مدى يعني أسفرت هذه الجهود عن نتيجة؟ هو بصراحة يعني أنا بعتبر نفسنا محظوظين في هذا الزمان إن عندنا بابا عظيم زي البابا فرانسيس بابا روما، وعندنا بابا عظيم زي البابا تودروس بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأن كلاهما عندهم المحبة وعندهم الرغبة في هذا الموضوع توحيد الاعياد اذا كان عيد الميلاد او عيد القيامه. وطبعا بس الموضوعات دي عشان تاريخيا نكون خارج يعني مشوار طويل فبتحتاج الى بعض الوقت، لكن النيه والرغبه موجوده في كلا الطرفين. يعني امنيات حضرتك في العام الجديد، واحنا كنا بنقول انه السنتين اللي فاتوا كانوا صعبين على العالم كله. وبصراحة يعني احنا في وضع يعني صعب للغاية، في حروب، بنسمع عن حروب بين اوكرانيا وروسيا، بنسمع عن نزاعات في امريكا والصين، بنسمع مثلا عن مشاكل في دول عديدة وحالة اقتصادية شوية صعبة. احنا بنتمنى ان يعني فعلا السنة الجاية 2023 تكون سنة رخاء على كل العالم، مش بس على مصر، على كل العالم بكل دياناته وبكل ثقافاته وبكل معتقداته. واحنا برضو يعني بنفضل في مصر هنا يعني متسلحين بالرجاء ان عندنا يعني رئيس عظيم زي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندنا الحمد لله دوله قويه بتكافح رغم كل الصعوبات اللي كل العالم بيعاني منها اقتصاديا
على مستوى نزاعات وحروب، لكن يعني نشكر الله ان بلدنا مصر قويه وهتفضل قويه طول ما فيها ناس راعين امثال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان قيادات دينيه على مستوى اسلامي وعلى مستوى مسيحي، وعندنا شعب مصري واعي جدا. انا متفائل سنه 23 ان شاء الله تكون سنه خير وسلام على كل العالم باذن الله ان شاء الله. الاب ايوب يوسف راعي الكنيسه الكاثوليكيه بالمنيا، شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل سنه وحضرتك بخير. مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا، ونروح لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي بتستمر في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات عن مقررات شهر ديسمبر، وكمان استمرار في دفع أو صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات التابعة. توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وكمان يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق بنسبة من 20% لـ25%. دلوقتي بينضم لنا على الهاتف المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية. مساء الخير على حضرتك، ولو تقول لنا تفاصيل صرف الدفعة الاستثنائية الرابعة من التموين ل يعني مواطني إسكندرية. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو احنا ان شاء الله يمكن هي مش الدفعة الرابعة والشهر الرابع، لان هي المرحلة كلها كانت من شهر 9 لشهر 2، وفخامة الرئيس اصدر تعليماته ان هي تمتد لغاية شهر 6 لغاية 30/6 ان شاء الله. يمكن للشهر الرابع على التوالي الحمد لله بتنجح وزارة التموين ممثلة في المديريات والشركات التابعة للشركة القابضة في توفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الاساسيه، وخاصه زي ما كلنا نعلم يمكن الارقام اتقالت قبل كده ان الدعم الاستثنائي المقرر صرفه لبعض الاسر على البطاقات التموينيه بيكلف الدوله ما يقارب حوالي 1 مليار جنيه شهريا زياده على الدعم اللي بيتصرف طبيعي على البطاقه التموينيه. طيب. احنا عندنا في البطاقات يمكن نسبة حوالي 35% من اجمالي البطاقات التموينية بتحصل على الدعم الاستثنائي اللي هو الدعم الاضافي دوت بمعدل 100 جنيه للبطاقة اللي تحمل اسرة واحدة و200 للاسرتين و300 لاكثر من 3 اسر. الاليات الرقابية يا فندم لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه؟ يمكن الآلية الرقابية وموجود طبعا رقابة على منافذ صرف السلع التموينية ما قبل الدعم الاستثنائي وما بعده، لأن دي من ضمن الأساسيات على وزارة التموين وعلى المديريات إن هي بتراقب الدعم المنصرف عن طريق منافذ التموينية. إحنا عندنا 3 منافذ بتصرف التموين بالنسبة للمواطنين: البقال التموين اللي هو العادي اللي المواطن معتاد عليه، المجمعات الاستهلاكية الى جانب مشروع جمعياتي اللي هو بدا من 2016 ولاقى نجاح كبير جدا، فاصبح قدام المواطن 3 اختيارات لصرف السلع التموينيه. فالرقابه بتبقى معروفه طبعا ان في حملات بتسير على المنافذ بتاع صرف السلع التموينيه علشان تطمن ان فعلا المواطن خد احتياجاته من السلع بتاعته وتبقى للدعم المقرر له في كل بطاقه. احنا عارفين طبعا ان السلع المدعمه النهارده بقت سلع استراتيجيه ومهمه جدا بالنسبه للمواطن، وفيها طبعا اهم السلع اللي بتوفرها المجمعات الاستهلاكيه يا فندم. نعم يا فندم. اهم السلع اللي بتوفرها، السلع الاساسيه اللي بتوفرها المجمعات الاستهلاكيه للناس. المجمعات الاستهلاكيه فيها كل السلع اللي بتخص المواطن، من سلع استهلاكيه او استراتيجيه لسلع غذائيه لمنظفات ادوات نظافه، كل الحاجات دي موجوده في المجمعات الاستهلاكيه. جميع انواع الزيوت موجوده في المجمعات: السكر، الرز، السمنه، الجبن، منتجات الالبان، كل الحاجات، المربات، ما الى ذلك، المعلبات كلها بكامل انواعها. المجمعات الاستهلاكيه النهارده بقت يعتبر عنصر منافس جدا للقطاع الخاص، وبالنسبه للمواطنين بتبقى سند ليهم عشان بتعمل توازن في السوق ما بين الاسعار الخارجيه والاسعار داخل المجمعات. توفر السلع في المجمعات بيعمل توازن عشان الاسعار بتاعتهم معتدله، وبالتالي السوق الخارجي بيحاول ان هو يقرب منها عشان يبقى في توازن بالنسبه للاسعار. صحيح. ده بالنسبه للمجمعات الاستهلاكيه.
احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين بالاسكندريه. نسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كل بيت مصري في الفترة الأخيرة بقينا قلقانين من يعني الكم المفزع للألعاب الإلكترونية اللي فيها خطورة بشكل كبير على الأطفال وعلى المراهقين، ومع ذلك في إقبال كبير منهم على هذه الألعاب، إصرار على استخدام هذه التحديات اللي للأسف بتكون عواقبها سيئة جدا وممكن تؤدي إلى الوفاة. وشفنا حالات كده كتير، لو حضراتكم فاكرين لعبة الحوت الأزرق والحديث اللي كان مفزع جدا عن الحوت الأزرق والحالات اللي حصلت من الحوت الأزرق. رجعنا بعد كده نسمع عن تحديات كتم الأنفاس والقفز الأعلى وتحديات كتيرة، بقينا مرعوبين نودي ولادنا المدارس، لاي حد في زمايلهم يقنعهم انهم يجربوا العاب زي دي. كل طفل دلوقتي بقى بيستخدم الانترنت سواء على التابلت او على التليفون. الاهل اعتقد انه بشكل كبير ما احناش متابعين جيدين ان هم بيشوفوا ايه، بيتعرضوا لايه، ودي كارثه الحقيقه انه يكون من سن الطفوله لسن المراهقه ماسكين اجهزه وقاعدين في اوضهم. ناس كتير بيكون معاها الكريدت كارد بتاع اهلها تستخدمه وتشتري لعب، زي ما بقول لحضراتكم بتكون لعب خطره جدا على السن ده، لانه ببساطه هم في سن عايزين يجربوا كل حاجه وعايزين يعني اي حاجه بيشوفوها عايزين يجربوها، عندهم حب كبير للتطلع. ويعني اعتقد بيكون مع غياب كمان الاهل وغياب المتابعه والرقابه اللي من غير اكيد ما تخنقهم ولا تخليهم يهربوا من البيت والقعده في البيت، لكن بتكون مهمه بشكل كبير اني ما اتفاجئش بكارثه لا قدر الله بتحصل لابني وانا بعيد كل البعد عن ده. المؤسف كمان انه بقى في اهالي بيستخدموا اولادهم علشان يصنعوا ترند، وده بقينا بنشوفه بشكل كبير بفيديوهات موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، اهالي بتستخدم اولادها. اعتقد انه ده بره لو اتعمل الموضوع بيكون فيه قضيه والطفل بيتاخد من الاهل وبيتم ايداعه لدار مناسبه انها تربي. يعني بقينا بنشوف ده بشكل كبير الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلينا نسمع اكتر من الخبراء ازاي نحمي اولادنا من كل ده. معانا دلوقتي المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك يا الورد، اهلا بحضرتك. هل احنا عندنا احصائيات ما او دراسات ما لاعداد الاطفال والمراهقين اللي بيدخلوا على الالعاب دي، اللي بيشتروا الالعاب دي، بيستخدموا الالعاب دي بشكل كبير؟ الحقيقه موضوع الترند حاليا بقى فزاعه موجوده في كل بيت، بقينا نشوف حاليا اصلا كل بيت حاليا بقى عنده موضوع طبعا التليفونات اللي بقت موجوده مع العامه، بقت موجوده مع الاطفال، بقينا نلاقي الاطفال كلهم حاليا بقوا يستخدموا كل ما يتعلق بالتليفونات. بقينا نشوف كمان دلوقتي الطفل الصغير اللي عنده سنه واللي عنده سنتين واللي عنده 3 سنين بقى عنده استخدام تدريجي كده للالعاب والجيمز وكل ده، بما يخليه طبعا يؤهله ان هو بعد فتره يبدا ان هو يشوف العالم الخارجي، يتطلع او يشوف طبعا او يتعامل مع ما يتعلق بقى بالترندز اللي احنا بنشوفها الجماعه اللي هم بيستخدموا طبعا اولادهم على اليوتيوب وما اكثرهم طبعا، وهنتكلم عنهم حاليا باحصائيات. كل الحاجات دي كلها بدات ان هي تروح في الافق بالنسبه لعاداتنا وقيمنا والاسر خاصه بينا طبعا، احنا كاسر مصريه طبعا بطبيعتنا احنا اسر محافظه، بقينا نشوف حاليا بعض الترندز اللي ممكن تعتمد على ايحاءات، تعتمد على كلمات خارجه، تعتمد حتى على بعض المشاكل الخاصه بالمخاطر اللي ممكن اولادي يقعوا فيها. طبعا الدراسات والاحصائيات طبعا هنتكلم عنها دلوقتي، يعني خلينا مثلا نتكلم بدايه كده، احنا عندنا هنا في مصر حوالي 104372 و يعني المفروض طبعا 100 شخص بعد 19 ثانيه من دلوقتي هيبقوا 103. طبعا بنتكلم في عدد كبير جدا، يعني بنتكلم 104,372,100 شخص دلوقتي. بنتكلم فيه كمان عندنا ان منهم تحت سن 18 سنه بنتكلم في 41.5 مليون طفل موجودين، اللي طبعا احنا بنصنفهم فائدين الاهليه او لسه مش عنده طبعا الاهليه الكامله ان هو يقدر ياخد تصرفات كامله. بنتكلم فيه ان موجود في مصر حاليا 93,670,000
عدد الأجهزة المحمولة الموجودة اللي بالتأكيد ده له دلالة هنتكلم عنها برضو دلوقتي، وبنتكلم فيه إن موجود أكتر من 100 مليون جهاز لابتوب وأكتر من 500 ألف جهاز بلاي ستيشن وإكس بوكس. بنتكلم الإحصائيات دي ليه؟ عشان نقول إن حاليا في توجه من الأطفال ومن سن المراهقة تحديدا في استخدامات أو الاستخدام العام لكل ما يتعلق بالأجهزة الحديثة كل انواعها، مش بنتكلم على حاجه تفصيليه. مع الاستخدام ده ومع التطلع ده الاطفال احيانا بتحتك بممارسات ممكن تكون على بعض القنوات الموجوده على اليوتيوب اللي احنا برضو هنتكلم عنهم ونفهم الناس هو الخطوره بتاعتهم جايه منين، والجماعه دول بيعملوا ليه كده، ودايما احنا بنقول نخلي بالنا ازاي. بنتكلم طبعا من ضمن الاحصائيات دي ان احنا عندنا ارباح اليوتيوب فقط وخلي بالك الرقم هيخض دلوقتي، بنتكلم في ارباح يوتيوب فقط 5 مليار جنيه لبعض القنوات، حوالي بالظبط 300 او 400 قناه على اليوتيوب للمصريين فقط تصل ل 5 مليار جنيه مصري توصل لهم سنويا، منهم القنوات اللي بيجيبوا اولادهم ويبداوا ان هم يعملوا فيديوز يعملوا فلوج عليهم ويبداوا ان هم يعيشوا بعض المواقف اللي بتحصل في البيت، اللي بالتاكيد حتى المواقف دي او التفاصيل اللي بتحصل في بيتهم دي مع اولادهم يكبروا هيلاقوا ان كان ادق التفاصيل الشخصيه لحياتهم الشخصيه يعني بتتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ده خطر جدا خلي بالك، لان ده بيودينا ناحيه ان الخصوصيه بتاع البيت اولا خلاص بيكسر الخصوصيه دي بشكل كبير. تأكيد. فدي نقطه. تاني نقطه الاولاد الصغيرين اللي بيبداوا ان هم يتفرجوا على الكلام ده عايز يقلد، انا عايز شفت المفروض ان هو بغض النظر ده يناسبه او ما يناسبه. تاكيد. بنتكلم بقى في موضوع ترندز، موضوع كمان الفولورز اللي عند بعض الناس اللي بالتاكيد في واحد مثلا ممكن يدخل النهارده يعمل براوزنج لصفحات السوشيال عموما هيلاقي طبعا فكره ان في ناس مشاهير عندهم ملايين الكلام ده كله من المتابعين، بالتاكيد الحاجه دي بتعمل نوع من انواع الانطباع السيء عندهم. بنلاقي ان في بعض الناس بيبقى عندهم يقول طب انا الناس ليه ما بتدخلش تعمل لي لايك على البوست بتاعتي، ليه مش عارف ايه، يبدا ان هو يعمل حاجات ممكن يعمل اي حاجه عشان في سبيل ان هو يجذب الناس. تاكيد ده بيعمل له نوع من انواع الاحباط. هو طبعا مش عارف ان حاجه زي كده بيتم صرف فلوس كتير جدا عليها. الناس اللي بيتم مثلا ان هم نازلين على مواقع التواصل الاجتماعي او اللي احنا بنسميهم عندنا بقى بلوجرز واليوتيوبرز عموما بالظبط، بنشوف ان دول لا، ناس دي دفعت على فلوسها ودفعت فلوس كتير جدا، فانت ما تحاولش تقلد ولا تحاول تسرق مثلا فيزا بتاعت والدك او والدتك، لان ده احيانا بيحصل وبنشوفه عالميا كمان، في حوادث عالميا كتير جدا 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 تم ابلاغ يعني الاب او الام ان في فلوس بيتم مثلا خصمها من الكريدت كارد. واحنا هنا ننبه بقى على اولياء الامور انه يكون منتبه لاي يعني جهه غير مالوفه هو بيدفع فيها، لو جاله منها رساله ولا حاجه انه ده بيكون ليه علاقه بحاجه في اليوتيوب او لعبه مثلا ابنه او بنته اشترك فيها وهو اكيد ما عندوش علم بده. تاكيد. دي طبعا نقطه التوجيه او نقطه الارشاد للاب او الام، ده نقطه اعتقد ان هي فارقه جدا. ايه كمان الضوابط اللي المفروض ناخد بالنا منها؟ لانه خلينا نكون واقعيين، هي الالعاب الالكترونيه دي بقت جزء من واقعنا، فايه الضوابط اللي انا يعني ابقى ماشيه عليها علشان ابني او بنتي يقدروا انهم يستخدموا الالعاب المسموح بيها وما يكونش الموضوع فيه غفله مني وما يكونش الموضوع فيه عدم انتباه لنوع اللعبه، اعرف اصلا ازاي اللعبه مسموح له يلعبها ولا مش مسموح له يلعبها؟ احنا اتكلمنا ان في عدد اجهزه موجود في مصر، لانه كمان معلش بيبقى فيها العاب مكتوب عليها انها تناسب مثلا سن 10 سنين وهي لا تناسب. دي نقطه. كمان موضوع الاعلانات اللي بتظهر له نتيجة ان هو بعض الالعاب بيبقى فيها نوع من انواع الادز البيت، بالتاكيد ده بيدي نوع من انواع ان انا ممكن ابني يشوف حاجة انا مش عايز اتفرج عليها. بنتكلم هنا في موضوع الضبط الالكتروني لما يتعلق بمسألة خاصة بحماية ابني، مسألة كاملة. بنتكلم ان احنا ممكن نديله تطبيقات زي مثلا بنتكلم على جوجل فاميلي، ده حاجة المفروض ان هي مشهورة عالميا بيتم استخدامها. بنتكلم التطبيق ده وانس ان هو نزل على التليفون، وده يعتبر اسهل حاجة واسهل حل دايما لاي اب واي ام. انت حضرتك جبت لابنك تليفون النهارده، بدأت ان انت تديله السبيس بتاعته ان هو يتعامل، حاول تعمل شوية ربط كده بساط ان انت تحاول يعني تقرب الدنيا ليك من ناحية انك تتابع ابنك. حاول دايما من خلال التطبيق ده، من خلال طبعا انك تعمل له انستول او تثبيت على تليفون ابنك، ابدأ ان انت اقفل كل التطبيقات
اللي حضرتك مش عايزه ان هو يتفرج عليها. اقفل ما يتعلق بان هو ممكن في مثلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي موضوع السن الالعاب تحديدا، حاول تقفل السن اللي انت عايز توصل ابنك يشوفه مثلا، وليكن هو عنده 13 سنه، حاول تخلي لو في العاب اقل من كده كمان نزل في العمر بتاع التثبيت للتطبيقات، طبعا وفقا للسن وفقا للضوابط اللي بتكون موجوده على الاب ستور او البلاي ستور. بنتكلم كمان فكره ان انت ابنك فجأة مثلا بدأت ان انت تلاقي ان هو في تغيرات بتحصل، بيخرج كتير جدا بره البيت، عايز تتابعه اكتر، ده على فكرة محل ليك جدا من خلال التطبيق ان انت تشوف ابنك بيروح فين تتبع. عن طريق اللوكيشن خاص بيه على التتبع. بس هو هيبقى عارف ان انا بتتبعه، هو في الحالة دي هيبقى عارف. وهنا بنتكلم فكرة ان انا اتكلم مع ابني في فكرة ان انا لا انا صاحبك، انا صديق ليك، نعمل كده عشان اطمن عليك. انا بالظبط انا بطمن عليك، افرض مثلا التليفون بتاعك وقع منك، انا هحاول ان انا اتتبعه لاجل ان هو التليفون لو وقع منك او ضاع منك او سرق منك حتى اقدر ان انا استرجعه لك بشكل بسيط، حتى على سبيل ان انت تطمنه ان هو انت معايا خطوه بخطوه، ودي صحيح. نقطه مهمه جدا. صحيح. طيب احنا هنكمل حديثنا الهام ده لكن بعد الفاصل، وهتنضم لنا كمان بعد الفاصل دكتور رشا الجندي مدرس الصحه النفسيه بجامعه بني سويف، نستكمل حديثنا عن الالعاب الالكترونيه الخطره على اولادنا، نستكمل حديثنا عن هوس الترند اللي بقى حاصل بشكل كبير على اليوتيوب وغيره لكن بعد الفاصل. كنا بنتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل عن العواقب الكبيرة والخطيرة اللي بتحصل لأولادنا من ألعاب إلكترونية خطرة طول الوقت بنسمع عنها، وبتبتدي الأمهات تقلق وتبتدي تحذر أولادها وبيبقوا في حالة كده من الحيرة، طب أنا أقول لهم لو هو عارف يعني أزود الموضوع عنده وأشرح وأقول له إيه وإيه اللي المفروض أقوله له، ولو هو مش عارف أنا اللي هقوله الموضوع، وبيبتدوا بقى إيه يعني يدخلوا كده في النقاش، طب هو بيلعب الالعاب دي ولا لا؟ اعرف ازاي؟ انا اصلا لو متابع من البدايه المفروض اكون عرفت ايه العواقب والمخاطر اللي ممكن هو يكون عدى بيها وانا اكون ما عرفتهاش لو كان بيلعب مثل هكذا العاب. يعني هنعرف بالتفصيل العواقب النفسيه على الولاد باستخدام هذه الالعاب الخطره، وايضا موضوع الترند اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل. دلوقتي بتنضم لنا دكتور رشا الجندي مدرس الصحه النفسيه بجامعه بني سويف، اهلا بحضراتكم واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اكيد حضرتك متابعه القلق الكبير اللي بيحصل عند الامهات وعند الاهالي بسبب الالعاب الالكترونيه، للحقيقه كل فتره بنسمع عن لعبه جديده، بشكل بنسمع عن كارثه جديده الحقيقه، طفل اصاب من لعبه القفز لاعلى، يعني العاب كتير، ويمكن حتى كنا الاشهرهم كانت الحوت الازرق ودي اكتر حاجه كانت عامله رعب للناس، لكن بقينا كل شهرين ثلاثه كده تطلع لعبه جديده بخطر جديد، كتم الانفاس. المفروض اوعي ولادي ازاي من مخاطر استخدام الالعاب دي؟ طيب خلينا نتفق ان اغلب اللي بيستخدموا الحاجات دي في سن المراهقه، والطفولة أقل بس المراهقة أكتر، وسن المراهقة هو سن تشكيل. تشكيل دي نحط تحتها مليون خط، يعني معناه إن محتاج طاقة كبيرة ومضاعفة من الأم والأب. عشان كده حتى أقعد أقول لهم، عشان كده بقول لكم مثلا نظموا النسل والحاجات دي، إحنا مش بنرخم عليكم يعني، ولكن إحنا علشان التربية مش سهلة، تقدر تبقى قريب وتتابع بالظبط، علشان مش بسهوله انت هتجيب حد فاهم كل حاجه وواعي لكل حاجه. اول الاسباب اللي بتخليهم يلجأوا للحاجات دي قله الخبره. قله الخبره بحكم السن. هو ما عمروش جرب ان هو يعمل اللعبه بتاعه كتم الانفاس وحصلت له مثلا مشكله، لو ده حصل له مش هيكررها تاني، هو مبقاش جربها قبل كده. ما عمروش جرب برضو الالعاب اللي هي لما بيشوفوا. ايوه بس لعبه زي دي لعبه خطيره، انا ازاي اقنعه ان انت مش مضطر تجرب علشان تقتنع، لانه لو جربت ممكن يحصل لك كذا وكذا. ما هو قله الخبره بتاعه السن بتيجي من قله النصيحه. يعني لازم الاب والام يبقوا على وعي بكل الحاجات دي، وعلشان هم يسبقوا ويقولوا لاولادهم ايه ده، الحقوا في لعبه فيها كذا كذا كذا، تخيلوا يعني ده حصل كذا. يعني انا اقول له حتى لو هو مش عارف عن اللعبه دي؟ طبعا طبعا. وبعدين ده احنا بنقول لهم لما بتعوز تنصحيهم في سن المراهقه، عشان هو سن تمرد وسن كده، بنقول له احكي حتى كأني انا مثلا بتكلم مع حضرتك وهو قاعد او وهي قاعده عن حد تاني خالص. تخيلي ده في قرينة حادثة، بتقيل عليهم الحركات دي، انا متهيألي بقوا صعبين دلوقتي، بقوا فاهمين كل الكلام. هو سن المراهقه سن نصيحه،
نصيحة مستمرة من غير زهق. حتى لو ما بينش قدامك ان هو خد النصيحة، هيستخدمها في الوقت المناسب. على الأقل انت قدام ربنا بتكون عملت اللي عليك ان انت نصحت، ونصحت كتير. هو حضرتك مش يعني متخيلة ان كل الأبهات والأمهات بيقعدوا مع أولادهم وبينصحهم بالوقت الكافي ده. في ناس ما عندهاش وقت خالص ان هي تعمل ده. الحاجة التانية، طبيعة المرحلة دي محتاجة كل حد بيتفرج عليه يبقى فاهم. يا جماعة، سن المراهقة سن تمرد، سن المراهقة الهرمونات بتاعتهم بتخليهم طبيعة الجسم عايز، طبيعة العقل، طبيعة المشاعر عايز يجرب حاجات هو ما جرباش. سن كمان بيخلي فيه اضطرابات سلوكية ونفسية كتير، عنده يعني حب استطلاع، عايز يجرب كل حاجة، بيتأثر بالصحاب أكتر ما بيتأثر بالبيت. فحتة ان انت تاخد الطاقة دي ما تسيبهاش عايمه كده بقى، اللي هو يصاحب اللي هو عايزه ويروح مكان ما هو عاوز، لا ما فيش الكلام ده. انت بتبقى عارف خلاص ان ده سن فيه كده، وفي حب استطلاع، وفي شغف، وفي كل حاجه عاوز يجربها وعايز يعملها، وبيتاثر باصحابه اكتر. فمهم قوي يعني احطه في البيئه المناسبه، احطه مع الصحاب اللي انا عاوزه يكون زيهم او يتاثر بيهم. مهم جدا، ما ينفعش اسيبه كده براحته. وان انا ما سيبلوش وقت فراغ، ما سيبلوش عنده طاقه تخرج في الحاجات دي، لا ضروري ان انا اخليه يلعب رياضه، انظم له وقته، امتى يذاكر، امتى يلعب، يروح تمرينه، امتى هيشوف اهله، امتى هيشوف صحابه، وهكذا. ما سيبلوش الدنيا عايمه. الاهل كمان بيعملوا ايه المصيبه الكبرى؟ بيودوا ولادهم دروس خصوصيه في كل ماده. طيب هو بيروح المدرسة ده، لو راحها يعني وما راحش الدرس الصبح كمان، بيطلع من الدرس ده على الدرس ده على الدرس ده، فين الترفيه في النص؟ فأي حاجة صحابه هياخدوها كده ان دي حاجة فيها مرح وفيها حاجة حلوة، لا طبيعي ان هو يروح يعملها. الأقوى من كده كمان ان هو بيشوف اللي بيعملوا الحاجات دي بيوصلوا لفلوس وبيوصلوا شهرة، لأنه فيديوهات الحاجات الغريبة طبعا بتحقق لايكس كتير وكومنتس كتيرة، وممكن ياخدوا فلوس من ده. فهيشوف ده في نوع من أنواع النجاح، إن هو عاوز يبين أنا قوي، وعاوز يثبت ذاته، عايز يعني يلفت الانتباه ليه وأنا موجود. فطبيعة السن ده بيحب الظهور، بيحب الشهرة، بيحب إن هو يلفت الانتباه. فأنت لما بتلاقي ناس بتعمل ده، يعني احنا كبار مش بنتأثر، بس السن ده قلنا في الاول ان هو سن تشكيل، فبيتأثر، فبيبقى عايز يقلد علشان يوصل لده. عشان كده اهم حاجه يعملوها الاهل في السن ده مساعده ولادهم في اختيار النموذج اللي هيتأثروا بيه، وتحديد الهدف اللي عايزين يوصلوه في حياتهم. يعني هقول لحضرتك مثال. افتكر انا مثلا وانا في سن المراهقه، ويمكن حضرتك افتكري معايا نفسك، مثلا أنا كان نموذج بتاعي أقول مثلا دكتور أحمد زويل. فلما بقعد أجيب لدكتور أحمد زويل فيديوهات وأشوف له حاجات ومحاضرات بتعلم منه كلها حاجات كويسة. هل أنا لو كنت شفت مثلا، كان ممكن لو شفت دكتور أحمد زويل بيعمل حاجة من الحاجات دي كنت هقلده؟ ما أنا في سن تشكيل كنت. فهم ما بيحطوش ده، ما بيعملوش ده مع اولادهم دلوقتي. هو بيكون مين الهدف بتاعه، مين اللي هو بالنسبه له شايفه ناجح وعاوز يوصل له، يوتيوبر معين، حد بيعمل مؤثر، هو مؤثر بالنسبه له فهيقلده. فحته ان الاهالي تقعد مع اولادها، انت هدفك ايه، عايز تطلع ايه، طب عايز اطلع كذا، عايز اطلع لاعب كوره مثلا، ان انا عايز اوصل زي محمد صلاح مثلا، طيب حلو قوي اختيارك للنموذج كويس، يبقى تساعده ان هو يشوف الحاجات بتاعته، لان الاب والام عندهم المقدره ان هم يقيموا النموذج ده كويس، ابننا او بنتنا يتعلموا منه حاجه حلوه ولا لا. طيب انت عايز توصل لده، يلا نحط الخطوات، يلا اعمل كذا. هل شفت عمرك محمد صلاح بيعمل فيديو بيعمل فيه الحاجات اللي هي، لا ما شفتش، وهكذا. كون ان هم يقعدوا مع اولادهم ويختاروا النموذج اللي هيتاثروا بيه، ده مهم جدا جدا في الموضوع ده. المتابعه بقى، يعني ايه تسيبي موبايل مع مراهق او طفل اكتر من ساعه في اليوم؟ هاتيلي حد بيسيبه ساعه في اليوم بس، ده بيبقوا اطفال في اولى ابتدائي وقاعدين طول اليوم وقاعدين طول اليوم على الموبايلات. طيب احنا عايزين نتكلم على مساله الرقابه على التليفونات. حضرتك كنت بتقولي يا باشمهندس احمد انه في برامج معينه لو نزلتها على تليفون ابني اقدر ان انا امنعه من انه ينزل العاب ما او برامج ما، واقدر اتابعه بشكل كبير واتابع حسابه، وانه ممكن الاب او الام يربطوا الحساب الموجود ده على تليفوناتهم.
الى اي مدى الكلام ده بيتنفذ بشكل كبير وما يبقاش عليه يعني اي بقى حاجات بتتعمل كده من تحت لتحت من غير ما نعرف لو انا عامل الكلام ده، وانا كأب وام هبقى فاهم ان انا كده تليفون ابني عندي. الحقيقه هو دايما كان في توجهات بتقول ان عيب وغلط ومن يعني من الاشياء اللي المفروض ان هي خطا ان انا اراقب ابني. وانا الحقيقه انا كاحمد انا شايف ان الكلام ده خطا، لان حاليا التكنولوجيا عموما بقت حاجه صعبه جدا، بقت خطر كبير جدا على اولادنا. حاليا فعلا هيبقى في تجاهل لفكره ان هو يراقب تقنيا ولاده او يحاول ان هو يكنترول عليهم تقنيا، اعتقد ان هيكون في مشكله كبيره جدا له. خليني اقول لحضرتك على بعض المشاكل اللي بتحصل في حاليا في معظم الكريدت كاردز الموجوده في تقنيه الـ NFC اللي احنا دايما بنلاقي عليها علامه الواي فاي. معظم الاطفال حاليا مش محتاجه اصلا لا باسورد ولا اي حاجه. وعارفين ان هو يقدر يستخدمه، ان هو يقدر من خلال الكريدت كارد يمشي الكريدت كارد بتاعته على اي حاجه ممكن هو يدفع بيها. وبالتاكيد ده بيعمل نوع من انواع المشكله الكبيره جدا للاب، لان هو بيفكر ان الفلوس بتاعته اتسرقت، الرصيد بتاعه اتسرق، الكلام ده كله. طبعا احنا هنا بنتكلم فكره السرقه اللي ممكن ولادي لو انا ما بداتش ان انا احاول ان انا كنترول عليهم ولادي ممكن يتعلموا ما يتعلق بالسرقه. كمان فكره ان انا اتعامل مع الولاد على ما يتعلق بالابتزازات اللي بتحصل. وهنا بتكلم على نقطه خطيره جدا. خلينا مبدئيا ان احنا سيبنا ولادنا يتعاملوا على المواقع التواصل بكل انواعها، وحصل ان حد حاول ان هو يبتزهم. شفنا في الحوت الازرق حد بيقول له اطلع صور مثلا البيت عندكم، اطلع مثلا على مثلا ما هو ده بيتكلم معاه لايام كبيره وساعات كبيره، فقدر انه يجمع عنه كل المعلومات اللي يقدر بيها انه يبتزها. خليني اقول لحضرتك على نقطه كمان، في فيديوز بسيطه جدا هو ممكن يتفرج عليها اقنعته بدا ان هو ينفذ على ارض الواقع. ده بيحصل. ولو احنا قلنا ان لا هياخد وقت طويل، لا يا عم سيبه ساعتين عادي كده كده، الساعتين اللي هيتعامل فيهم على التليفون او هيستخدم فيهم التليفون بشكل بسيط جدا، الساعتين دول كل يوم او حتى في يوم واحد يقدر ان هو يعمل بيهم حاجات كتير جدا. فهنا بنتكلم على فكره المراقبه. في تطبيقات زي جوجل فاميلي، في حاجه زي فامي سيف، في حاجه زي سين كنترول، في اكتر من حاجه ممكن ان احنا نحاول نستخدمهم، وكلها حاجات ملحه. وتاني انا بقول ودي على مسؤوليتي الشخصيه، الفتره القادمه مع تواجد الذكاء الاصطناعي مع توجيه بعض الاعلانات الموجهه لفئه الاطفال وفئه السن اللي احنا بنسميه عندنا سن المراهقه، اللي هيحاول او هيتجاهل فكره ان هو يحاول يشوف ولاده بيعملوا ايه بايا كانت الطريقه. انا انت لو مثلا يعني شايف ان طريقه ان انا كنترول على اولادي تقنيا دي ممكن تبقى خطا وهتحاول ان انت تصاحبهم، اوكي صاحبهم، ولكن اللي هيتجاهل حاجه زي كده هيكون في عواقب كبيره جدا. وخلينا ندي مثال بسيط، حضرتك بشكل بسيط كده ممكن حضرتك تتواجدي في مباحث الانترنت شوفي كميه المحاضر اللي بتتعمل وكميه الشكاوى اللي بتتعمل من جرائم بيبقى فيها اطفال وفيها مراهقين وفيها سن 18 سنه تم التلاعب بيهم. هم نفسهم بيحاولوا يظهروا للعالم ان انا قوي وان انا اقدر اعمل، وطبعا ده بيحطوا تحت طائله المساءله القانونيه. اللي فجاه كده انا كولي امر بلاقي ابني مطالب للمساءله القانونيه النهارده. طيب انا كنت فين امبارح؟ هنا السؤال. فدايما نخلي بالنا من اولادنا، نحاول دايما ان احنا نحاوط عليهم بما يتعلق. انا اتخيل ان مصممو هذه الالعاب هو التارجت بتاعهم هو السن اللي احنا بنتكلم من 8 سنين ل 18 سنه تقريبا. يا فندم بيكون في اطباء نفسيين على اعلى مستوى في الديزايننج خاص بالالعاب، زي ما بيكون في ديفولبرز حد مبرمج بيجي يشتغل على اللعبه، بيكون في اطباء نفسيين بيبتدوا ان هم يحطوا الوعي اللي انا ممكن ازاي اقدر استقطب بيه الطفل. وده على فكره موجود ده في معظم الالعاب الحديثه، واعتقد انه ده يعني في لعبه زي تشارلي اللي انا سمعت عنها دي بعد كده بتعمل ليهم هواجس، ويعني صعبه جدا يعني في امريكا اللاتينيه بيتكلموا كتير عن في دول عن على فكره خلاص بدات بعد اللعبه دي بدات فعلا خلاص الدول في دول كتير جدا بدات ان هي تبلوك اللعبه دي من عندهم. وده على فكره نتاج طبيعي جدا للتطور اللي احنا بنشوفه حاليا. وللاسف يعني وانا يعني انا حزين انا بقول كده، ولكن ده امر واقع، الذكاء الاصطناعي هيكون له دور مهم جدا جدا فيما يتعلق بتوجيه الالعاب. حاليا على فكره في ذكاء اصطناعي موجود، طبعا مش عايزين بس نقول عشان ما يبقاش دعايه له، ممكن هو يقوم بلعبه يبيلد لعبه يبرمج لعبه واحنا نتكلم معاه خلاص، ويقدر ان هو يبيلد اللعبه دي ويوجهها لابني
الشكل اللي هو ممكن فعلا يستقطبه، وده موجود وده على فكره بقى افيلبل زي بالظبط ما موجود. وكنا بنشوف ده بيحصل في العاب زي الحوت الازرق ولا قدر الله بتؤدي للانتحار. صحيح. دكتور في النهايه يعني تقولي ايه لاولياء الامور اللي زي ما بنقول الانترنت موجود، الاجهزه اللي الاطفال بتستخدمها موجوده، الناس اللي يعني القائمين على هذه الالعاب واستهدافهم للاطفال والمراهقين بشكل كبير، الضوابط النفسيه اللي المفروض الاهل يتعاملوا بيها مع الولاد وهم بيتعاملوا في كل هذه الاشياء؟ هو طبعا اول حاجه ما يزيدش عن ساعه في اليوم، يعملوها ازاي بقى كل اب وليه طريقته في الموضوع ده يعني. تاني حاجه ما تسيبش لابنك او بنتك نقط ضعف يدخلوا له منها. احنا في علم النفس زي ما حضرتك اشرت الحاجات دي بيستخدموا لها تكنيك نفسي، عشان تاثري على حد لازم تدخلي له من نقطه ضعف. ما تسيبلوش بقى وقت فراغ عشان ما يدخلولوش منه، ما تسيبلوش قلة حنان وقلة رعاية وقلة متابعة وقلة اهتمام عشان ما يلاقيش نفسه في العالم الواقعي ويلاقي نفسه في العالم ده، ما تسيبلوش نقط ضعف، اهتم بيه ككل متكامل عشان الحاجات دي ما تأثرش فيه. الحاجة التالتة والمهمة قوي، زمان كنا لما بنقعد كده واحنا صغيرين مع ناس أكبر مننا كانوا يقولولنا قوموا ما تقعدوش قعدات الكبار. ليه؟ علشان ما ناخدش حاجة مش في سننا قبل أوانا. تمام؟ طيب دلوقتي لما أنت بتسيبه وقت طويل قوي على ده، هو بياخد، هو لو مراهق بياخد حاجات بتاعت سن الشباب وبياخد حاجات بتاعت سن النضج وبياخد حاجات بتاعت سن، بياخد كل حاجة قبل أوانه. لو أنت مضطر يبقى في وجودك، لان حتى الكرتون دلوقتي اللي بيشوفوه الاطفال مش هقول لحضرتك الكثير من التجاوزات، بيبقى فيه حاجات يعني هتاثر عليهم تاثير غلط. فاللي احنا بنقوله ساعه في اليوم حلوه قوي ويكون في وجودك، وارجوكم اهتموا بحياتهم الواقعيه مش الافتراضيه، يعني على قد ما تقدر خليهم يشتركوا في انشطه، خليهم يشتركوا في الرياضه، تابع صحابهم، شوف ميولهم، شوف اهدافهم في الحياه، صاحبوهم، حبوهم، اتكلموا معاهم، ما تسيبوهمش في اوضهم قافلين على نفسهم كتير وفاتحين موبايلات انتوا مش عارفين بيعملوا ايه. تقدر تسيبه يعني بالشكل ده بس بعد ما يكبر ويتجوز او يشتغل، يعني بعد ما يعدي مرحله المراهقه بسلام، لان هي اخطر مرحله. لكن طول ما هو في الطفوله او في المراهقه وتقول لي انا اسست، لا انت لسه ما اسستش، ما هي مرحله التاسيس الطفوله والمراهقه. لما تاسس صح في الطفوله والمراهقه خده بقى وارميه في اي حته، ما تخافش عليه، خلاص هو خد اساسيات الحياه اللي هيتعامل بيها، هيبقى مؤثر مش هيتاثر. دي اهم حاجه في الموضوع. والاهم وبعدها مليون الف مره، يا جماعه ارجوكم اهتموا بحته النموذج اللي ولادكم بيقلدوه عايزين يطلعوا زيه. اي حد بيتسلط عليه الضوء كمان يتقي الله في الناس اللي بتقلده، بيقلدوك في اي حاجه بتعملها. فكمان الناس بلاش تقعد تقلد وتعمل التحديات دي، ناس كمان المعروفه او المشهوره انت ما تعرفش مين هيقلدك، ما تقعدش تقلد وتنزل التحديات دي علشان المراهقين والاطفال اللي بيحبوك هيقلدوك، ما انت شخصيه صحيح. مثلا عامه بالنسبه صحيح. لهم، وممكن يكونوا في كتير بيحبوك يعني. بكل تأكيد الأطفال محتاجين نتعامل بالكثير من الجدية، نديهم ثقة، نكون قريبين، بنسمع، الفضول يعني يجي ويتحكي لنا قبل أي حد، قبل ما يخرج يحكي لأصحابه، نبقى قريبين أكتر من كده، نسمع أكتر من كده. أعتقد أن الموضوع المسؤولية كلها بتقع على أولياء الأمور، يمكن يعني أغلب المسؤولية على أولياء الأمور. ربنا يحفظ ولادنا جميعا. أنا بشكركم شكرا جزيلا، المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، ودكتور رشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهارده. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعده نكمل الكلام، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه دايما هناك شغف لاكتشاف اسرار الحضاره الفرعونيه، ودايما العالم كله بيكون عنده هوس باكتشاف اسرار الحضاره الفرعونيه. والنهارده احنا بنتكلم مع حضراتكم عن اعاده تصميم الوجه الحقيقي لرمسيس الثاني لاول مره منذ عام 2003، ويعني منذ 3200 عام.
هنتكلم كمان مع حضراتكم عن اكتشاف من اهم الاكتشافات لهذا العام، اكتشاف فك اللفائف عن مومياء امون حطب الاول اللي نال المركز الاول من بين اهم 10 اكتشافات اثريه عالميه لعام 2022. برحب دلوقتي بضيفتي دكتور سحر سليم، استاذ ورئيس قسم الاشعه كليه طب جامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورانا. اهلا بيك. مبارك لحضرتك طبعا على يعني الكشف الاثري اللي نال المركز الاول من بين اهم 10 اكتشافات اثريه لعام 2022، وهو فك اللفائف عن مومياء امون حطب الاول. عايزه اقول يعني حضرتك انه مساله اكتشاف الاسرار الخاصه بالحضاره الفرعونيه دايما بيكون ليها شغف كبير، الناس بتكون منتظره مع كل كشف اثري جديد اسرار بنسمعها لاول مره. ده حقيقي، وخصوصا مع دخول العلوم المختلفة مساعدة للآثار، فبالتالي بتبقى الكشوف الأثرية بناء على علوم، فبالتالي بتبقى لها مصداقية كبيرة. طيب لو احنا بنتكلم عن هذا الكشف على وجه التحديد، كشف مومياء أمون حطب الأول، يعني عالم الأشعة هنا ايه اللي قدمه جديد في هذا الاكتشاف؟ أول حاجة لأن المومياء ديت لملك عظيم، هو الملك أمون حطب الأول، هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس، فله مكانة كبيرة في حد ذاته، يعني حكم مصر أكثر من 20 عام وكانت له إنجازات كبيرة. فبالإضافة إلى كده هو لمومياء كمان أهمية كبيرة، لأنها تعتبر من المومياوات الملكية القليلة جدا، أو تعتبر يعني الملك الوحيد اللي ظل باللفائفه زي ما هو من ساعة اكتشافه. يعني كل المومياوات الملوك الأخرى، حتى الملك رمسيس الثاني، حتى يعني كل الملوك لما تم اكتشافهم في الخبيئات ومن سنة 1881 في القاهرة، لما جم في القاهرة وقتها تم كشف اللفائف كلهم عنهم كلهم، ما عدا مومياء الملك أمون حطب الأول. وده من جمال المومياء ومن الزهور اللي كانت محطوطة عليه والقناع، فخلى أن ماسبيرو هو كان رئيس الآثار في وقت الكشف ده سنة 1881 ما يرضاش أن هو يعني يذهب هذا الجمال بفك اللفائف. وده كان من حسن الحظ، لان بالاشعه المقطعيه استطعت ان انا افك اللفائف، ولكن المره دي بطريقه يعني غير مؤذيه اطلاقا، لانها بطريقه افتراضيه بواسطه الاشعه المقطعيه. ابتديت التقنيه دي جديده ما كانتش موجوده قبل كده. الاشعه المقطعيه هي الاشعه اللي احنا الطبيه اللي هي اللي الناس بتدخل فيها الاجهزه كيس الاشعه المقطعيه، هو نفسه الجهاز الطبي، ولكن بنستخدمه في الاثار. انا بستخدمه في الاثار ومتعلماه من سنه 2004 الى الان، يعني ابن اكثر من 18 سنه. واحنا في مشروع المومياء الملكيه تبع وزاره الاثار المصريه عملنا أكثر من 40 مومياء ملكية بنفس هذه التقنية. فالتقنية موجودة، ولكن الجديد إن إحنا بهذه التقنية وبواسطة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة إعادة تركيب الصور، استطعت ان انا ازيل اللفائف بشكل افتراضي، يعني واحده لدرجه ان انا بشوف ما بين كل يعني طبقه وطبقه التمائم اللي موجوده ايه، لغايه لما تم الكشف عن وجه الملك أمون حطب الاول لاول مره، وتم الكشف عن طرق التحنيط، وطبعا عن سنه ولو كان في عنده امراض، وعن يعني سلامه الاسنان، وعن التمائم العديدة اللي كان لابسها. كان لابس 30 تميمة بالإضافة إلى حزام من الذهب من 34 خرزة ذهبية. كل ديت كانت معلومات مهمة قوي عن ملك عظيم، وفي نفس الوقت أهمية الكشف إنها كانت كل ده تم بتقنيات عالية جداً
وبدون المساس بالمومياء. ويمكن ده سبب اختيار هذا الكشف انه يكون يعني المركز الاول من بين اهم 10 اكتشافات اثريه عالميه في عام 2022. هو فعلا هو الكشف المصري الوحيد يعني اللي هو من الحضاره المصريه الوحيد والاول من ضمن 10 اكتشافات ديت يعني اختارتها اللي هي مجلة الأركيولوجي أو مجلة الآثار التابعة لمعهد العلوم الأثرية الأمريكية. أيضا تمكنت بواسطة الأشعة المقطعية تصوير مومياء توت عنخ آمون، ويعني الكشف الجديد عن كل تفاصيل توت عنخ آمون بالأشعة المقطعية. مومياء توت عنخ آمون كانت أول مومياء تم الكشف عنها في مشروع المومياوات الملكية التابعة لوزارة الآثار المصرية، وأنا شرفت أن أنا فحصت المومياء وعملت عليها الكثير من الأبحاث خاصة بالتحنيط وخاصة كمان بال يعني بالأمراض اللي كانت تصيب الملك توت عنخ آمون والقدم وغيره. ولكن الجديد في الكشف ان الاشعه المقطعيه ديت استخدمتها لاعاده تركيب وجه الملك توت عنخ امون، وده من خلال تقنيه الاشعه المقطعيه بتخليني بواسطه الكمبيوتر ان انا اعمل نموذج ثلاثي الابعاد لراس الملك لجمجمه الملك بواسطه الاشعه المقطعيه. ومن خلال التشكيلة ديت ممكن أو فعلا عملت يعني طباعة ثلاثية الأبعاد لجمجمة الملك توت عنخ آمون بناء على الأشعة المقطعية لمومياؤه، فهي يعني هي تعتبر أنها هي جمجمة طبق الأصل لجمجمة الملك توت عنخ آمون، ومن خلالها عن طريق مثال كندي متخصص في الفحوصات اللي زي ديت اللي هي تبع الابحاث الشرعيه فتم وضع العضلات على المجسم. هنا حضرتك بتتحدثي عن رمسيس الثاني ولا عن توت عنخ آمون؟ عن توت عنخ آمون. حضرتك سالت عن توت عنخ آمون وانا بجاوبك عن توت عنخ آمون. ده الحديث. الحديث في توت عنخ آمون هو الفحص او اعاده تركيب وجهه بالاشعه المقطعيه. فبس فبالتالي بالطريقه ديت اللي هي طريقه الطباعه ثلاثيه الابعاد للجمجمه وبوضع او اعاده تركيب الوجه عن طريق وضع العضلات المختلفه، واستخدمت المقياس المصري للوجوه المصريه الحديثة للبناء الوجه، وده على غير اللي حصل في المحاولات. فيه كانت محاولات سابقة سنة 2005 لعمل إعادة تركيب وجه للملك توت عنخ آمون، ولكن كانت تمت استخدام مقاسات ألمانية وأمريكية. أعتقد أن هو المجال ده أصلا كان حكر على الأجانب. يعني حضرتك دخلتي مجال الاشعه المقطعيه الخاص بالمومياوات ده ازاي؟ انه انا متهيالي ان دي كانت حاجه حكره على الاجانب. وانا فعلا دخلتها وانا كنت مسافره بره. انا كنت بدرس زماله الاشعه في كندا سنه 2004، وانا هناك لقيت انهم بيجيبوا مومياوات وبيفحصوها بالاشعه المقطعيه وانها كلهم عباره عن حكر على الأجانب فقط. فأنا بالإضافة إلى دراستي للأشعة وكملت دراسة الأشعة إلى أن أنا كمان درست أشعة الآثار علشان الموضوع ده بالذات عشان ما تكونش حكر على الأجانب، والحمد لله دلوقتي احنا يعني متفوقين عن الأجانب. وإيه المغاير بالنسبة لنا احنا بقى لرسومات الأجانب؟ يعني هما كانوا بيرسموا بأي طريقة، كنت بتكلمين دلوقتي إن احنا رسمنا بطريقة مختلفة وصلنا لنتائج مختلفة عن قبل كده. طيب هو ده سؤال كويس، لأن أول حاجة إن ممكن تكون الطرق اللي استخدمت مثلا ممكن تكون بتبقى طرق فنية، لأن في محاولات عديدة لإعادة بناء وجوه الملوك هتلاقيها كتير قوي على الانترنت، وديت بتبقى صوره بياخدينها عن الموميا وبيبتدوا يلعبوا فيها بالفوتوشوب وبنوع من انواع يعني الشغل الفني ده، بس ده مش علمي. اللي انا بعمله ده هو خطوات علميه، يعني انا بواسطه الاشعه المقطعيه وبواسطه التقنيات
الكمبيوتر، وكمان بالاستعانة بعلماء الأنثروبولوجي أو علماء الأجناس للعمل الشكل المناسب، لأن كل مجموعة عرقية بيكون لها ملامح ولها تفاصيل في الوجه مختلفة. يعني احنا شكلنا غير الصينيين، غير مثلا الأوروبيين أو كده، فكل مجموعة ديت. فعشان كده استعنت في مشروع توت عنخ آمون، وكمان في مشروع رمسيس الثاني اللي هقول لك عليه استعنت بعلماء من الأنثروبولوجي، علشان ده بيضيف ثقة للموضوع. فعلشان كده النتيجة اللي أنا حصلت عليها هي نتيجة علمية، وهي أقرب إلى ما يكون إلى وجه الملوك في وقت حياتهم، اللي هو مخالف لوجههم، الوجه المومياء اللي هي بتكون ناشفة. طب حكي لي، ليكي تصريح إنه المصريين هم الأكثر شبه للمومياوات المصرية القديمة؟ هو ده مش تصريح، ده هو ده يعني بناء على دراسه يعني دراسات الانثروبولوجي ودراسات كمان يعني الـ ده عشان نفهم الناس ببساطه، ده بيكون بناء على شكل الطول مثلا، بناء على ايه يعني بنقول اذا كانوا احنا نشبههم ام لا؟ طيب، هو احنا عندنا مومياوات سواء كانت حتى مومياوات ملكيه او كانت مومياوات من عامه الشعب، فبنبتدي نشوف الاطوالهم شكلها ايه، حتى ملامح الوجه شكلها ايه، كل الحاجات دي كلها، وبنقارنها بالموجودين من المصريين الحداثه، فبيكون في تشابه. يعني مثلا اللي كان بيتقال ان المصريين القدماء دولت كانوا اطوالهم طوال جدا او غير كده، فاحنا بالعلم وبالتحنيط اللي خلى أجسادهم محفوظة لنا آلاف السنين قدرنا إحنا نعرف إنهم إحنا نشبههم بشكل كبير، وإحنا مختلفين دلوقتي، أشكالنا مختلفة، وهما كمان في مصر القديمة كان فيهم برضو أشكال مختلفة. طب حضرتك كمان قلت لي إنك هتكلميني عن وجه الملك رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون، فيعني إحنا ابتدينا توت عنخ آمون بالفعل. ابتدينا بوجه توت عنخ آمون، وقلت لك أنا المراحل تركيب وجه توت عنخ آمون ده كان بمناسبة الاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر السنة دي، هي مر 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. فبهذه المناسبة ما كانش في أحسن حاجة هدية نهديها للعالم كله، لأن الملك توت عنخ آمون يطل علينا بوجهه الحقيقي وبأسلوب علمي وبناء على الأشعة المقطعية للمومياء بتاعته، وبناء على يعني علم الأنثروبولوجي أو علم الأجناس وتركيب الوجه بالمقاسات المصرية، والاستعانة كمان بالمثال اللي ادى كمان للملك صبغة، زي ما تكون صبغة فنية، ان هو فعلا يفتح عينه ويشوفنا لأول مرة من 3000 عام. طب حضرتك كمان كنت بتكلميني من شوية عن التحنيط، وانه الى يعني مدى كبير ازاي استفدنا بالتحنيط ان احنا نعرف اسرار الحضارة المصرية، حضرتك كان ليكي ابحاث خاصة في التحنيط. هو فعلا التحنيط ده هو اللي احنا يعني حفظ لنا الحضارة المصرية بشكل كبير جدا، لان هو ده كان بينبع من ايمانهم بالبعث وبالحياة الاخرى، فكان علشان كده كانوا مؤمنين بان الروح اللي بتبقى بعد الموت ديت لازم تتعرف على الجسد علشان يعيش في العالم الآخر. طيب والجسد ده يعملوا إيه؟ لازم كانوا يحفظوه من إن هو من التحلل، فابتدوا يعملوا طريقة التحنيط، وديت الطريقة اللي هم برغم المصريين كتبوا كل حاجة عن بيعهم وشراهم وعن كل حاجة، إلا إنهم ما كتبوش حاجة عن فن التحنيط، لأن ده كان يعتبر زي السر الأعظم بتاعهم، وفعلا هو سر طبعا. يعني حتى يعني الى حد كبير احنا بالعلم دلوقتي بنحاول نعرف، ومثلا بالاشعه المقطعيه بالذات، لان احنا بفحص المومياوات
على مدى ال 18 سنه اللي انا يعني اشتغلت فيهم فحصت مئات المومياوات، فمن ضمنها اتضح طريقه التحنيط واسرار كثيره قوي كانوا بيعملوها، وخصوصا معرفتهم بالطب ومعرفتهم بالتشريح، وده اللي خلاهم انهم يقدروا انهم يزيلوا الاحشاء بتاعه الجسم كلها من فتحه صغيره كده، وده تشبه دلوقتي العمليات الجراحيه اللي هي المايكرو او الصغيره اللي من فتحه صغيره بيتم ازاله كل الاحشاء، فبرضو دي تعتبر مهاره كبيره جدا، بالاضافه الى كمان عمليات التجميل اللي كانوا بيعملوها ووضع الحشوات تحت الجلد علشان في نفس الاماكن دلوقتي اللي بيستخدموها الفيلر والبوتوكس يعني بالظبط نفس الاماكن اللي بيستخدموها في الفيلرز دلوقتي العلماء. حتى لما انا عملت البحث ده ونشرته الكلام ده كان سنه 2015، استضافتني جمعيه الجراحي التجميل الامريكيه ان انا القي البحث ده عندهم في ناشفيل في امريكا، لان كان هو يمثل فعلا حتى الاماكن اللي هم كانوا بيستخدموها دلوقتي حاليا اللي هي حوالين الانف والفم والوجنتين والخدين يعني، وحتى المنطقه اللي هي التمبرال نفس الاماكن، وبالعكس بقى بطريقه حتى احترافيه شديده، لان الماده اللي هم استخدموها تحت الاشعه المقطعيه لا اتشققت ولا كسرت ولا اي حاجه، هي زي ما هي. فبالتالي كانت علوم التحنيط افادتنا كتير قوي، حفظت لنا اشكالهم، حفظت لنا طرقهم المختلفه، وحفظت لنا كمان الصناعات والتقنيات اللي كانوا بيستخدموها، مثلا الحلي كانوا بيعملوه ازاي وبيجيبوه منين، مواد التحنيط بيجيبوها منين، كل ديت علوم كامله التحنيط حفظها لنا عن الحضاره المصريه وعظمتها. بالتأكيد دكتور صاهر يعني رحلة ممتدة مع أشعة الآثار. لو عايز أسأل حضرتك كده في النهاية عن حلمك في مسألة أشعة الآثار واستخدامها أكثر، وإنه يكون عندنا فرق بحثية كبيرة بتشتغل في هذا المجال. هو ده صحيح، ده يعني إحنا عندنا تبع وزارة السياحة والآثار مشروع المومياوات الملكية، وده مشروع ممتد من 2005 وإلى الآن، وفحصنا العديد من المومياوات الملكية. ولكن بالإضافة إلى كده فأنا شغلي مستمر مع وزارة الآثار في حاجات كتيرة، من ضمنها كمان في الحفائر فحوص المومياوات داخل صعب قوي الوجود في المواقع الأثرية بكل يعني الصعوبات والتحديات اللي بتكون موجوده في هذا المجال. هو صعب، والتحديات ديت انا يعني اتغلبت عليها بتصميم المعدات اللي انا بستخدمها يعني بنفسي، بحيث انها تكون يتم تركيبها داخل البير. احنا ندخل احيانا في ابار صغيره جدا وممكن 30 متر تحت الارض، ولكن وجود الاشعه في وقت الكشف مهم قوي لعمليه يعني حفظ المومياوات وزي انقاذ المومياوات، نشوف مين فيهم الحاله هيستحمل انها تطلع، او حتى نفحص في وقت الكشف بالظبط حفاظا على المومياوات، فديت برضو حاجه مهمه. وزارة السياحة والآثار هي مهتمية قوي بالعلوم واستخدامها في الآثار، حتى عشان كمان كده أنا عضو في اللجنة العلمية للعرض المتحفي بمتحف الحضارة بالفسطاط، وده برضو من اهتمام الوزارة بإدخال العلوم المختلفة لخدمة حضارتنا المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صاحر سليم، أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة، شكرا جزيلا يا فندم، نورتينا في التاسعة. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، ويعني اسيبكم كده واحتفالات الكريسماس واعياد الميلاد اللي في يعني بتملى كل الاجواء يعني بهجه وسلام وسعاده، اسيبكم دايما واشوفكم على خير.